سواء بقيتوا في أركاد ولا طلعتوا برا يكون في النهاية معاكم سيرتيفيكيشن معنا. السيرتيفيكيت بتبقى إن شاء الله معاكم وتقدروا تستخدموها. وأركاد I'm sure they will do their best إنهم يحافظوا عليكم على وجودكم في الشركة. ولكن في النهاية ما بيمانعوا إذا جت لكم فرصة أفضل إلى شركة ثانية. والوسيلة إنكم تتطوروا في العمل هي هذه السيرتيفيكيت. وأيضا تطوركم من بيجر 3 إلى بيجر 2 إلى بيجر 1 أوبريترز من مرحلة لأخرى. تطوركم هذا إن شاء الله يأثر على تحصيلكم العلمي وأيضا على تحصيلكم المادي سواء كان داخل أركاد ولا خارج أركاد. أنا متأكد إن شاء الله أنكم في المستقبل أيضا تستمروا في هذا الطموح إن شاء الله ومن هذا الأكثر إن شاء الله. بالتوفيق. وأنا شخصيا من التيم أنا أتكلم نيابة عن الفريق حق سعودي أرامكو أي شيء تحتاجوه. وأيضاً I can talk on behalf of the management here. أي شيء تحتاجوه مساعدة for your development ما نتأخر إن شاء الله أن نساعد. بالتوفيق جميعاً. Just before we end, I think our management director was to just hand out some certificates of recognition to some of the guys. حسن عبد الحي. حسن عبد الحي.
الله يعافيك. بس شكرا اخير الى احمد كعب الثاني وباقي الفريق اللي
تنت نتغدى الساعة 11 ونص مع بعض ان شاء الله. اوكي ان شاء الله بالخيمة أحمد.